شكرا إبراهيم وشكرا كاثي. وجولتنا العالمية لليوم من تونس وصولا إلى ألمانيا، فلم يعد اللجوء عبر البحر يختصر على البشر. قطة تونسية تبحر وحيدة عبر المتوسط وتدخل ألمانيا بطريقة غير قانونية بعد أن علقت داخل حاوية شحن ليعثر عليها ضباط الشرطة بعد وصولهم بلاغا من شركة في ألمانيا بسماع ضوضاء في صندوق مخصص للنقل، لينتهي بها المطاف عند طبيبة بيطرية تعتني بها. أما خبرنا التالي فعمل بطولي وإيثار، رجل أسترالي يقفز على قرش أبيض ويوجه له لكمة لإنقاذ زوجته التي تبلغ 35 عاما والتي كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج في الشاطئ لتتعرض لهجوم من قرش أبيض كبير يبلغ طوله بين مترين وثلاثة ليصيبها بجروح قطعية وخطرة في ساقها اليمنى، لكن زوجها قفز عن لوح تزلجه على القرش وضربه لإجباره على تركها ثم ساعدها للعودة إلى الشاطئ. خلينا نشوف الفيديو سوا. وإلى السعودية وخبرنا الأخير، العثور على أقدم المصائد الحجرية في العالم شمالي السعودية. عثر فريق علمي عن مصائد للحيوانات يعود تاريخه إلى أكثر من 7000 عام، وهيئة التراث السعودية توضح أن مناطق شمالي المملكة شهدت تطورا تاريخيا حضاريا قبل نحو 5000 سنة قبل الميلاد، وتركز الأعمال الحالية لمشروع الجزيرة العربية الخضراء على المشارف الجنوبية من صحراء النفوس لدراسة ما قبل التاريخ وبيئتها القديمة في العقود الأخيرة وجنوبي صحراء النفوذ من الحد الغربي. بشكركم على حسن المتابعة لأخبارنا العالمية وعودة للزملاء لاستكمال باقي فقراتنا.